نروح دلوقتي نشوف مع بعض لقاءات مع المدير الفني ولاعبي غزل المحلة، بعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. بحمد ربنا طبعا على النتيجه ايا كانت النتيجه، طبعا بتلعب تيم كبير النادي الاهلي، ما فيش معنى طبعا، ده اسم نادي غزل المحله اسم كبير برضو، كنا جايين في نفس الوقت على المكسب، وده اللي كان باين من الشوط الاول، كنا متقدمين بهدف لولا الاخطاء الفرديه يمكن من اللعيبه، يمكن هو الخطا بيجي جماعي من الفرقه كلها، بس انا بقول النهارده انا بشكر اللعيبه، بدايه قويه النهارده ما تبدا جمهوريه بالنادي الاهلي، لا بدايه قويه رغم الخساره، بس اللعيبه كانت على قد المسؤوليه، انت بتيجي النهارده انت شايف احنا واصلين على المباراه، يا دوبك نزلنا من الباص على التسخين على طول، ده مش مبرر، بس انا بقول دي البدايه ان احنا نرجع ان شاء الله ونرجع ننافس على البطوله ان شاء الله السنه دي باسم غزل المحله وباسم كبير زي غزل المحله. في الاول في الاخر رغم الخساره انا بشكر برضو اللعيبه ان كانت رجاله النهارده، كنا برضو رغم الخساره 3-1 ان احنا كنا ممكن في انفرادين في اخر الماتش نقدر نحقق التعادل بيهم. بحمد ربنا برضو على يعني على ايا كانت النتيجه، وبفكر ان شاء الله في ماتش الجونه عندنا في المحله ان شاء الله نقدر نعود تاني وان يعني نقرب حتى من صداره المجموعه ان شاء الله. الحمد لله على ده النهارده، وبرده انت بتلعب النهارده فريق كبير، بتلعب النادي الاهلي في النادي الاهلي، فانك تطلع بنتيجه 3-1 وبدايه اول ماتش ليك مع فريق كبير، فدي حاجه كويسه، انما احنا كنا متعشمين في ربنا ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه النهارده، بس الحمد لله هو انت برده هرجع اقول بتلعب فريق كبير، بتلعب النادي الاهلي وفي النادي الاهلي، فالنتيجه ممكن تكون مش مرضيه لينا، بس الحمد لله اللي جاي بقى افضل ان شاء الله. طبعا احنا بنلعب النادي الاهلي، فلازم كله جاي عاوز يعمل ماتش كبير قدام النادي الاهلي، نادي كبير طبعا، ظروف ماتش بردك واول ماتش في الدوري، ما قدرناش نمسك نفسنا بعد الجون، دخل فينا جون بعدها على طول السنطره جون، ما قدرناش نمسك نفسنا، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ونعوض الماتش الجاي ان شاء الله، عندنا ماتش مع الجونه يوم الاربعاء نقدر نعوض فيه، وطبعا باللعب الاهلي يعني فريق كبير طبعا، والحمد لله الماتش طلع 3-1 الحمد لله، نقدر نعوض الماتش الجاي. طبعا اللقاء كان كويس النهارده، كان في مننا اصرار، كان في روح، بس طبعا انت بتلعب في فرقه بحجم النادي الاهلي، في فرق امكانيات شاسع كبير بيننا وبينهم، اللعيبه مرتاحه، اللعيبه قاعده في ناديها، احنا جايين برده حصل برده في عطل عندنا واحنا جايين، هو ده اللي اثر علينا شويه النهارده، جينا على الماتش على طول ما لحقناش نسخن بقدر الكافي زي النادي الاهلي طبعا، وطبعا الحمد لله على كل شيء ونعوض باذن الله في اللي جاي. اي فرقه زي النادي الاهلي لما تيجي تلعبها لازم تستعد لها خاص، في تمرينات خاصه على النادي الاهلي، انت بتلعب فرقه كبيره ما بتلعبش فرقه صغيره طبعا، كابتن عمرو كان الفتره اللي فاتت دي كلها كان بيمرن على شغل كويس عشان لما نيجي نلعب فرقه زي النادي الاهلي، بس برضو ارجع اقول لحضرتك اللي هو فرق كبير بيننا وبين النادي الاهلي طبعا، فرق امكانيات، فرق لعيبه في كل حاجه، بس الحمد لله وان شاء الله باذن الله الماتشات الباقيه نعمل اي حاجه، نعمل نتيجه كويسه، ودي بدايه وبرضو النتيجه مش وحشه ومش هتاثر علينا في المشوار الجاي، وان شاء الله تبقى بدايه خير باذن الله.